ويكو. نعم ابن عمي. اسمعي انت وياها وياها على بكرة الصبح بتاخدوا ضربة طريقكم وبتروحوا لعن بيت اختي بوران تقضوا النهار عندها. ليش بقى؟ ها؟ هيك بدون ليش؟ من وين طلعت النهار روحة؟ شو تفضلتي فايزة خانو؟ بتروحوا لعن بيت اختي بوران بتقضوا النهار عندها مثل ما الله خلقكم مش هي؟ أمرك شو عليه ابن عمي؟ اصلا انا مشتاقة لها كتير كتير لبوران، بكره منروح لعندها وبنعمل لها غدا كمان. ايها يا عيني عليك يا لطوف، هذا الكلام اللي بينحكى، سمعتي؟ اعملوا غدا وساووا وخذوا، نتغدى سوا ومنتعشى وبعدين بنرجع. عنين طلعت لنا هالروحه قال. يا لعيونك ما اقواكي، عن جد انك وحده سلاله، خلصي انت وياها وليك؟ لطفيه! جايه تقبرني، جايه تشكل قاسي.